ناس بيقولوا لي احنا خدام مطرانية شديد البناطر، نسأل هل حان الوقت اللي صيامة اسقف لينا؟ لسه، لكن جايز نبعت لكم اسقف عام او حاجة زي كده. راح بيقول اريد شرح الآية اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلمة، شرحناها مرات عديدة جدا، تلاقيها في كتب سنوات مع أسئلة الناس. واحد بيقول معروف في المسيحية أن النص اليمين هو الذي دخل الفردوس، ولكن في الأناجيل الأربعة لم يذكر إذا كان اليمين أو اليسار. يعني دي مزعلك أو يعني؟ أهو أحد اللصين داخل الفردوس، أو اللص التائب داخل الفردوس، أو اللص اللي قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك داخل الفردوس. لكن عبارة اليمين لها رموز كويسة في الكتاب المقدس. واحد يقول بسبب العمل فلم أقدر أن أحضر الإنجيل في القداس، هل يحل لي أن أتناول؟ ربنا بيقول الذين يبكرون إلي يجدونني. أما حكاية أنك أنت بتقول بسبب العمل ما قدرتش أقدر أحضر الإنجيل، أنا أفهم أنك أنت بسبب العمل ما قدرتش تتأخر في الكنيسة، لكن بسبب العمل ما قدرتش تيجي بدري. ايه علاقة بدري بالعمل؟ مش مفهوم. يعني لما تيجي بدري العمل هيتعطل؟ كلام ملهوش معنى. سؤال، هل صحيح أن ديماس اللص الجميل قد تقابل مع العائلة المقدسة وأخذ الطفل يسوع وحمله وأخذ الشال الخاص بالطفل يسوع وقام بغسل الشال فتحول الماء إلى نردين فائق السماء فقام بتعبئته في زجاجات وكان يبيعها وكانت آخر زجاجة من نصيب المرأة الخاطئة وبعتها ب 300 دينار؟ يا ابني ده كلام بقى يعني ناس فايقين شوية. ازاي جمع الحاجات دي كلها مع بعض؟ كل ده كلام خرافات لا يزيد عن كون الخرافات. بيقول ملحوظة هذا كلام أب كاهن. الأب الكاهن ده جاب مراجعه منين؟ جاب المراجع منين؟ مفروض على منبر التعليم لا يقال إلا كل شيء صحيح ومؤكد، لكن شوية خرافات زي دي تقال من على منبر التعليم مش صح. سؤال، هل قراءة الكتب الدينية التي لا تخص المسيحية لمجرد الاطلاع عليها حرام أو غلط؟ دي تتوقف على أن الشخص عنده العقلية الناضجة اللي تميز ما يقرأه ولا لا. واحد يقول نرجو من قداستكم تفسير المثل الأمناء في كتاب أمثال المسيح، تلاقيه سؤال أشتاق إلى حياة الرهبنة،
ولكن أريد أن أعرف هل مشيئة الله توافق تلك ولا لا. لما تقتنع بأن مشيئة الله أنك تطرح أبقى اطرح، لكن لغاية دلوقتي وانت في حالة تردد خليك لما تتأكد. جايز ربنا يبعث لك الملك مخيل، جايز يبعث لك الملك جبرائيل، جايز يعني تتواضع وتقبل ان يبعث لك مجلجس او حاجة زي كده ويقول لك معلش من اجل صلاه الكنيسه ومن اجل الحياه الروحيه عامه تترحم علشان تصلح الدنيا. لو حصل لك كده اطرح، لا ده جاي يجي لك رؤى مضلله. الناس بيعقدوها معرفش ليه كده. سؤال: هل يوجد لنا كنائس في الهند والصين؟ توجد كنائس أرثوذكسية في الهند تبع الكنيسة السوريانية الأرثوذكسية. الصين ما عرفش عنها حاجة. بيقول إن لم يكن يوجد فلماذا الصين يوجد بها ثلث سكان العالم؟ طب إيش دخل ليه في دي؟ لازم السبب إن ما راحش ناس يبشروا في بلاد الصين. واحد بيقول لقد كذب حناني وسفيره فوقعوا ميتين وصار مصيرهما يعني هلك. ونحن كل يوم بنكذب. لكن ما بتكذبش على الروح القدس. لو تكذب على الروح القدس يبقى تقع في خطوره برضه زي حناني وسفيره. وكذب على الروح القدس لما تكذب على الكهنة ورؤساء الكهنة تخلي بالك وتخاف. واحد بيقول أرجو توضيح أو تفسير معنى كلمة لاهوت. إذ أننا نرى استعمالها في أشياء هذا العالم مثل ما نرى في جريدة وطني لاهوت الحرية والعولمة والتحرير. كلمة لاهوت بمعناها الأصيل يعني الطبيعة الإلهية. ديفينيتي، ديفينيتي يعني الطبيعة الإلهية أو جاتوت. لكن بعض الناس يستخدمونها بطريقة أخرى. بعض أشخاص يستخدمون كلمة لاهوت بدال كلمة علم اللاهوت. يعني مثلا يقول لك في لاهوت أثناسيوس يقصد في علم اللاهوت عند القديس أثناسيوس، أو في لاهوت القديس كيرلس يقصد علم اللاهوت عند القديس كيرلس. وفي ناس بيستخدموا كلمة لاهوت يطلقونها على برضو رأي علم اللاهوت في موضوعات معينة. يعني مثلا يقول لك لاهوت التحرير يقصد رأي علم اللاهوت في التحرير، أو زي ما يقول لك إن لاهوت العولمة. يعني إيه المبادئ اللاهوتية التي يعتمد عليها موضوع العولمة إلى آخره. التعبير مش دقيق. مفروض يقولوا العولمة أو التحرير أو كذا في علم اللاهوت.
فما يخلطوش كلمة اللاهوت بعلم اللاهوت، تعبير مش دقيق، ولكن الناس ولفوا على كده. واحد بيقول أرجو الرد على هذه الاستفسارات للأهمية، حيث جاري تخصيص مدافن للمسيحيين ببعض المدن الجديدة، وقد طلب مني الإفادة على الآتي. مفروض يقول نحن ويقولوا لنا، شوف لنا الموضوع، هو كل الناس هيروح على كفهم يعملوا مدافن للمسيحيين؟ لا يا ابني، انت تيجي وتقول لي ايه اللي دخلك في المدافن، في موضوع المدافن في المدن الجديده، ايه دخلك فيها؟ واحنا متفقين مع المدن الجديده ان تكون الامور بيننا وبينهم عن طريق البطرخانه. وبعدين بيقول هل من الضروري توفير كنيسة منطقة مدافن المسيحيين؟ على رأي المثل البكا على رأس الميت، فلازم احنا بنصلي على الميت وبيصلي على الميت في كنيسة، فمفروض ان مدافن المسيحيين يكون فيها كنيسة للصلاة على الموت. بيقول هل الوضع المتوفى بالمدافن له اتجاه محدد؟ مش للدرجات يعني، هما الناس عايزينه يكون لما يقوم يكون متجه ناحية الشرق. دي ايه اللي دخلها في المدن الجديدة؟ يعني الاتفاق مع المدن الجديدة هيقولوا لو ما دفنتوش الميت بالطريقة الفلانية ما ندكوش تصريح؟ ايه يا ابن الكلام ده؟ وما قالش مين هو اللي بعت الجواب. ويقول أرجو الرد حيث جاري تخطيط مناطق للمدافن بالمدن الجديدة. فكرتنا واحنا هنخش في الموضوع عشان يبقى في اتصال مباشر ما بين الكنيسة وبين وزارة التعمير أو المدن الجديدة. واحد بعت لي يقول لي عايز مقابلة قداستكم اليوم لتحديد المصير. طب تواضع شوية وقابل حد من السكرتارية عندي، وإذا كانت الأمور خطيرة يعرضوها علي. بيقول البديل هو الانتحار الآن. ربنا يرحمك يا ابني، بعد ما تقرا هذا الخطاب، إذا لم يحدد ميعاد سوف أحقن نفسي هوى. تحقنها هوس، جمع هوى، لكي أخلص. هذا ليس تهديد، أمال إيه؟ لأنه حل من الحلين اللي أنا فكرت فيهم في ليلة أمس، إنه لا يوجد طريق ثالث، إما الموت وإما الحياة، وكل راعي مسؤول عن رحيته. مسؤول عليك بعد الموت ولا قبل الموت يعني؟ لا شوف يا ابني، انت تقابل السكرتارية عندنا و
وتقول له ايه مشكلتك. اديت الجواب ده لواحد عندنا اسمه الانبا يؤنس، تسأل عليه وهو متخصص في الموت والحياة يعني. يا ابني لو انت انتحرت وبت هتروح جهنم، لو انت انتحرت ومت هتروح جهنم، ولا تصلي عليك الكنيسة لأنك تبقى مت وانت قاتل نفس اللي هي نفسك، فلا تصلي عليك الكنيسة. فاعقل وفكر في حل ثالث. على كل نيافة الأنباء الناس هيشوف موضوع، وان ما حللتش الموضوع ابقى قول لي احولك على احد الاباء المطرنة يمكن يكون يحل لك الموضوع، وان ما حللتش الموضوع قول لي احولك على سكرتير المجمع المقدس، يعني نمشي درجات لكن مش مرة واحدة كده. واحدة بتقول أنا كتبت قداستك من قبل عن مشكلتي، وهي أني مرتبطة بشخص ولكن والده رافض هذا الارتباط، وقداستك قلت لي أصبر، ولكن الذي جد في الموضوع أن هذا الشاب قد تحدث مع والده مرة أخرى، ولكن والده صمم على الرفض ايضا، بل اقنع ابنه بالرفض ايضا، وبالفعل تركني هذا الشاب. يبقى يا بنتي ده مش ليك، ما تتضايقيش، هو ما فيش في الدنيا غير شاب واحد في شبان كبير. بتقول له المشكله الان انني فقدت حياتي الروحيه واصبحت ميته، عشان الشاب ده برضه ايضا نفسيتي اصبحت سيئه للغايه، بل تركت سماع الترانيم واصبحت اسمع اغاني غير روحيه، مع العلم انه يوجد شباب كثيرون يحاولون الارتباط بي ولكن انا غير مستعد. يبقى بتضيعي روحك، ان فاتك فرصة للزواج دوري على فرصة أخرى، فإذا ربنا بعت لك فرص أخرى ما تنشفيش مخك، وإلا يبقى لا بطول ده ولا ده. ربنا يكون معاك ويساعدك، والشاب ده اللي يتركك لمجرد كلمة من أبوه ما تضمنيش، جايز لو اتجوزك كلمة من أمه تخليه يتركك برضه.
واحد بيقول رجاء محبة النظر في هذا الاقتراح تكتظ المكاتب الكنسية المكتبات يعني بكتب روحية مفيدة جدا وهامة لأي شخص مسيحي مثقف، ولكن لكثرتها وغلو أسعارها بعض الشيء لا يستطيع الفرد أن يقرأ كلها. فلماذا لا يوجد في مكتبات الكنائس نظام استعارة الكتب الروحية مقابل أجر رمزي؟ في مكتبة استعارية في الكنيسة وفي مكتبة بيع، فأنت ممكن تستعير الكتاب. هما بس الكتاب اللي نادر يكون نادر يعني بحيث لو ضاع ما يلاقوش غيره ما يرضوش يدهولك مكتبة استعارية. مع ذلك المكتبة الاستعارية عبارة عن فرعين، في استعارة داخلية تستعير الكتاب وتقراه في الكنيسة، وفي استعارة خارجية، والاستعارة الخارجية بنسمح بيها للكتب اللي لو ضاعت نقدر نشتري غيرها. فإحنا بنرد على اقتراحك باقتراح. طلب من كنيسة السيدة العذراء والملك مخيل بمنشية ناصر، يا ريت تبعتوا لي الطلب بالتفصيل وتسيبوه في السجلتات. هذا جواب تاني من منشية ناصر. طالبين رسالة واحد معين. احنا ما بنرسمش غير لما بنقعد مع الشعب والشعب يوافق، لكن مجرد واحد يبعت اقتراح واحدة بتقول أنا شابة أبلغ من العمر 24 سنة مخطوبة لشاب عمره 32 سنة حاصل على مؤهل عالي، وأنا معايا مؤهل متوسط، وتوجد فيه صفات جميلة جدا أنا أطلبه وبيحبني جدا جدا، لكن أنا لا أبادل نفس الشعور، ولكن عندي قبول وارتياح نفسي لأن بنظر إلى شكله الخارجي مع أنه مقبول. ده الإعلانات. وقت كويس وبيحب ومؤهله ازيد من مؤهلك، وانت عندك ارتياح نفسي، ومع ذلك اوعى تفتكر انك تؤلف كل وقت مفيد. جايز تؤلف وقت من الاوقات يضيع اللي في ايديك. بقول لك الكلام ده قبل ان يكون حتى اذا كان تؤمنون. ما تدلعيش.
الناس اللي بعتن لي جواب من الزورة نصيحتي ليهم اعقلوا وما تلخبطوش، اعقلوا وما تلخبطوش. وانا اعرف الزورة كويس وكنت بزورها وصليت فيها من سنة 56، يعني من قيمة كام؟ 48 سنة. فما تلخبطوش وما تمشوش ورا رأي معين يزقكوا، وبعد بعد عيد العنصري إن شاء الله هبقى أتفرغ لحل المشكلة بتاعتكم. آخر حاجة عايز أقولها لكم، أنا مسافر إلى قطر لحضور مؤتمر في الدوحة في الحوار الإسلامي المسيحي، فأعتذر لكم عن يوم الأربعاء القادم، ونتقابل إن شاء الله الأربعاء اللي بعدنا. ولجنة البر بتبقى كل يوم خميس، هتكون بكرة يوم الخميس، ويبقى نتفق على الاجتماع المقبل للجنة البر. نكتفي بكده. الإله الواحد أمين. إحنا النهاردة في عشية عيد الصعود، في عشية إيه؟ عيد الصعود. وإحنا في يومين خميس مهمين جدا عندنا في السنة كلها، يوم خميس الصعود، يوم خميس العهد اللي بنحتفل فيه بسر الإفخارستية وتسليمه لينا من الرب، ويوم خميس الصعود، هم أكتر يومين خميس في السنة كلها. فعايزين ناخد شوية تأمل في إيه حكاية عيد الصعود. عيد الصعود ده إن المسيح بعد ما قضى مع التلاميذ 40 يوما ارتفع إلى السماء أمامهم وهم ينظرون. طبعا ارتفع بقوته الشخصية إلى السماء، وليس مثل إيليا النبي الذي جاءت مركبة نارية وأخذته. فدي معجزة هامة تثبت لاهوت المسيح. هو صعد بالجسد، لأن اللاهوت لا يصعد ولا ينزل. اللاهوت موجود في كل مكان، موجود في السماء وموجود على الأرض وموجود ما بينهما، يبقى ما فيش صعود ولا هبوط. إنما هو صعد بالجسد، مش معقول يصعد إلى السماء وهو موجود فيها قبل ما يصعد إليها، ومش معقول يترك الأرض ويروح السماء وهو موجود فيها بعد الصعود. فهو صعد بالجسد كما نقول في القداس الغريغوري، وعند صعودك إلى السماوات جسديا أخذته سحابة وطلع لفوق كده. وده الكلام اللي قاله أثناء محاكمته أمام مجلس السنهدرين، يعني المجلس الديني الأعلى لليهود. قالوا له هل أنت ابن الله؟ قال لهم منذ الآن
ترون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. فقالوا قد جدف. لما صعد السيد المسيح إلى السماء لم يفارق تلاميذه ولم يفارق الكنيسة، لأنه قال لهم أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، وقال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. وفي سفر الرؤيا رأيناه وسط الكنائس السبع وفي يمينه السبعة كواكب اللي هم رعاة الكنائس السبع. إذن هو صعد ولكن لم يفارق الكنيسة. وعلى الرغم من صعوده ظهر لبولس الرسول أكثر من مرة، مرة في رؤيا وهو صاحي في أعمال إصحاح 9، ومرة كلمه في أعمال 22، ومرة في أعمال 23 إلى آخر. وظهر أيضا ليوحنا الرسول في جزيرة بطمس إذن هو لم يفارق الكنيسة، لكن صعد وظل مع الكنيسة، وهو موجود معنا في كل يوم، كما أن احنا نقول في القداس الإلهي هو ذا عمانوئيل معنا على هذه المائدة، وأيضا هو موجود بطريقة غير مرئية، لكن موجود معنا بطريقة غير مرئية، كما أن الروح القدس موجود فينا كهياكل للروح القدس وهو يسكن فينا ولكن بطريقة غير مرئية. نعتبر أن صعود السيد المسيح هو عملية فطام للتلاميذ، كانوا باستمرار موجودين معاه يستمعون إليه ويرون طريقة تعامله مع الآخرين ويرون معجزاته، ومجرد ناس بيتفرجوا. بعد كل هذا لازم يفطمهم لكي يتصرفوا لوحدهم. لما صعد بقوا هم اللي يعلموا وهم اللي يفتقدوا وهم اللي يقابلوا الناس وهم اللي يردوا على المعارضين وهم اللي يعملوا المعجزات، عملية فطام ليهم. يعتبر صعوده إلى السماء انتهاء لفترة إعداد الخدام، يعني هو أعد هؤلاء الخدام مدة 3 سنين معاهم وأعدهم مدة 40 يوما بعد القيامة. بعد كده انتهت فترة إعداد الخدام وبدأ أنهم يبتدوا الخدمة بتاعتهم، وانتهت فترة رؤيته بالحواس الجسدية وبقي أن يرى بالإيمان وحده، وإذا سمح أحيانا لرؤيته بالحواس البشرية فلا مانع. ده بيعمل زي ايه؟ زي النسر ياخد اولاده على اجنحته ويطير بيهم وبعدين يروح رميهم في الجو عشان يعلمهم الطيران. فاذا لقى اي واحد في خطر يجي من تحت منه ويحمله على جناحه، لكن ما يقدرش باستمرار يحملهم على جناحه والا ما ينفعوش، لازم يدربهم. وزي اي واحد بيعلم التاني العوم يشيله على ايديه ويخليه يشغل ايديه ورجليه
وبعدين يروح سايب التاني يحرك عليه، ولو لقاه في خطر يرجع يمسكه تاني. فعملية تدريب وتعليم ليهم لما خلاص نضجوا وكمل نضوجهم سابهم يبتدوا يقودوا الكنيسة من غير ما يكون موجود معهم الجسد. صعوده إلى السماء بيغلط البعض من الكتاب ويقولوا طلع للسماء معجزة ضد قوانين الجاذبية الأرضية. طبعا هذا الكلام خطأ لاهوتي 100%. كون انه يصعد للسماء كده دي معجزة في نظرنا احنا، لكن بالنسبة له هو ما حصلش انه كسر قوانين الجاذبية الأرضية. قوانين الجاذبية الأرضية بالنسبة لحاجة مادية تقع على الأرض، لكن المعجزة بتاعت الصعود هي في الجسد الممجد الذي لا حكم للجاذبية الأرضية عليه، جسد ممجد. الجسد الممجد الجسد الروحاني، الجسد غير المادي، الجاذبية الأرضية ملهاش سلطان عليه. هي لها سلطان على أي جسد له ثقل مادي، فالثقل المادي يخليه ينزل لتحت. السيد المسيح قام بجسد روحاني، بجسد ممجد، بجسد غير مادي. هذا الجسد خرج من القبر والقبر مغلق دون أن يراه أحد في خروجه، ودخل إلى العلية والأبواب مغلقة دون أن يعرف أحد كيف دخل، ولكنه وظهر للتلاميذ أيضا وظنوه خيالا، ولكنه لكي يثبت لهم ناسوته أكل معهم وسمح لهم أن يجسوه. دي حالات استثنائية. بعد 40 يوم بعد ما تأكدوا تماما من قيامته من الأموات أصبح ما فيش داعي للاستثناءات، ولذلك صعد إلى السماء بقوة هذا الجسد الروحاني الممجد الذي لا علاقة له إطلاقا بالجاذبية الأرضية. وكان صعوده عربونا لصعود ما نحن أيضا، لأنه قال وأنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع، ولكن ليس الآن، ليس الآن، إنما بعد القيامة حينما نتحول نحن أيضا إلى أجساد روحانية كما ورد في كورنثوس الأولى 15، حينئذ يجذبنا إليه كما تكلم بولس الرسول عن الاختطاف وقال إن احنا يختطفنا الرب فنصعد معه ونكون كل حين مع الرب في الهواء. بس فدي قال ان في لحظة نتغير. نتغير ازاي؟ نتحول من اجساد مادية الى اجساد روحانية. هذه الاجساد الروحانية تستطيع ان تصعد الى السماء كما صعد المسيح
إلى السماء. هنا وأنبهكم إلى بعض الكتاب اللي يقولوا المسيح صعد وإحنا صعدنا معاه، والمسيح جلس عن يمين الآب وإحنا جلسنا معاه. يا حبيبي ما أنت قاعد معانا على الأرض وادي رجليك بتدوس التراب زينا، ولا صعدت للسماء ولا جلست عن يمين الآب، لكن أفكار مش مظبوطة. مش المسيح صعد وإحنا صعدنا معاه، لا، بيستغلوا كلمة أجلسنا معه في السماويات اللي وردت في أفسس 2 بطريقة خاطئة. مفروض أن أجلسنا معه في السماويات في ما بعد القيامة، لكن ليس الآن. حتى كلمة السماويات غير السماء. طب وإيه حكاية عن يمين الآب أو عن يمين الله؟ لأنها مرقس الرسول قال، وبعد ما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله في مرقس 16-19. ودي تحقيقا للوعد القديم الذي قاله الرب في المزامير، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. واستفانوس شافه عند استشهاده، وورد في العبرانيين اكثر من مره، في عبرانيين اصحاح 1 بيقول بعد ما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. فإيه حكاية جلس عن يمين الله؟ افهموها كويس دي. الله ليس له يمين ولا شمال. كلمة يمين وشمال دي للشخص المحدود. شخص محدود بهذا الجسم يبقى ده يمينه وده شماله، لكن الله المالئ الكل ومالئ الشرق والغرب والشمال والجنوب والفوق والتحت واليمين والشمال، ده ملهوش يمين وشمال، ده غير محدود. وأيضا مفيش مكان فاضي عن يمينه يجلس فيه حد، لا هو ليه يمين ولا شمال، ولا فيه مكان فاضي على يمين يجلس فيه حد. وكلمة يمين بالمعنى الجغرافي لا تتفق مع العلاقة بين الآب والابن، أنا في الآب والآب فيا كما قال لهم أكثر من مرة. أمال إيه حكاية يمين الآب؟ يمينه يعني قوته، يعني العظمة بتاعته، ويمينه يعني بره. فجلس عن يمين الآب يعني جلس في قوة الآب، جلس في عظمة الآب، جلس في بر الآب بعد ما كانوا يقولوا له أنت خاطئ وأنت ضال وأنت مضل إلى آخره. وكلمة جلس يعني استقر، يعني بعد كده معناها بالظبط جلس عن يمين الآب يعني فترة إخلاء الذات انتهت، كما ورد في فيليب 2:7 إنه أخلى ذاته وأخذ شكل العبد. دلوقتي الفترة دي انتهت، هو دخل في مجده الآن واستقر في ذلك، فلن يرجع مرة أخرى إلى إخلاء الذات. ولذلك في مجيئه الثاني يقول الكتاب أنه يأتي في مجد كثير، وأحيانا نقول يأتي في مجد أبيه والملائكة القديسين معه،
وأحيانا يقول يجلس على كرسي مجده ويجمع أمامه جميع الشعوب ويدنهم. إذن هو سيأتي في مجد. حكاية إخلاء الذات انتهت. هذه كلمة جلوس عن يمين الآب. لكن جلوس جغرافي عن يمينه كده قاعد جنبه ازاي بقى؟ هو ربنا في جنبه مكان فاضي يقعد فيه واحد؟ واذا كان الابن هو عقل الله الناطق ونطق الله العاقل فما فيش معناه انه هيجلس عن يمين. يبقى الاخوه بقى اللي بيقولوا ان احنا صعدنا الى السماوات زي المسيح وجلسنا عن يمين الاب، يبقى قولوا لي ازاي جلسوا عن يمين الاب؟ دول جلسوا في قوة الآب، يعني أخذوا لاهوت. إنه عدم فهم لعبارة الجلوس عن يمين الآب. هي انتهاء عبارة إخلاء الذات، يعني بعد ما كان موجود في الأرض ليس له أين يسند رأسه، دلوقتي بقى له السماوات والأرض كله، والسماوات عرشه والأرض موضع قدميه. وبعد ما كانوا بيتهموه بالخطية دلوقتي في البر المطلق الذي للآب. وبعد ما كان أي واحد يتجرأ عليه في الآلام واللي يضرب واللي يبصق واللي غيره، دلوقتي لما رآه يوحنا في جزيرة بطمس بيقول وقعت عند قدميه كميت، فوضع إيده عليه وقال لي أنا الحي وكنت ميتا وآهن وها أنا حي إلى أبد الآبدين. بيقول لما رأيت يوحنا كان وجهه كالشمس في قوتها. كالشمس ايه؟ في قوتها. يعني حكاية إخلاء الذات انتهت، وبعد كده بقى ربنا بيظهر في قوته. حكاية صعود المسيح عبارة عن درس لينا ان احنا دائما ننظر الى فوق حيث كان المسيح صعدا. منين ما بنصلي بنرفع يدينا كعلامة الصليب ونرفع نظرنا الى فوق الى السماء، مع ان ربنا موجود في كل مكان مش بس في السماء، ونقول له يا ابانا الذي في السماوات، مع انه موجود في كل مكان مش بس في السماوات، ولكن ان احنا بصعود المسيح نتعلق بالسماء التي صعد اليها والتي سيجذبني اليها. وايضا في صعود السيد المسيح نرى ان صعوده كان ردا على الذين اعثروا به في الجلجثة وظنوه في ضعف، دلوقتي في قوته يصعد الى السماء. وأيضا نظرنا إلى السماء باستمرار يجعلنا نشعر أن احنا في حماية إله قوي موجود في السماء، ونشعر بعظمة ربنا، ويعطينا هذا فضائل الخشوع ومخافة الله أثناء ما بنصلي. نكتشف كده. Thank you.